رايح معي؟ ممنوع، لازم تروحي لوحدك. طيب تأمن تبعتني لحالي؟ يا ستي بأمن عليك هنيك أكتر من بيت عمتك. طيب قلي لوين أخذيني؟ على ضيعة قريبة من الشام، بس تصلي بتعرفي. إذا تأخرت خبر عمتي. الوقت بإيدك، إيمت ما حبيت ترجعي بترجعي. الله معك. رقم السيارة؟ لا، ما قلت لك تسجل كل شيء. طب خلاص مشي من الحوم، معناته إذا صار شيء ما في غير المحامي المسؤول. وقف لو سمحت. دور ورجع عالشام. لا لا خلص معلش كمل طريق. كنت مفكر انه نحن اللي بنحدد الزمان والمكان. اتاري الحياة مو مثل ما بدنا، ولا بنقدر نغير فيها شيء ابدا. اهلا وسهلا فيك، شرفتي. ليش انا؟ قدرك تكوني انت. المهم شو بتحبي تشربي؟ انا عطشانة بس مو للمي، للمعرفة. تعالي معي. شايفة هالشجرة هاي؟ كانت يبسانة وبدها تموت، بس سبحان الله شايفة زهرت رح تعيش من جديد. عن شو عم تحكي؟ تفضلي.
ليش ما تجي تسكني معي على طول؟ بأي صفة؟ مثل ما انك ساكنة مع عمتك هند. عمتي أخذتني من الشارع وربتني، مستحيل أتركها. هاي تركتي أمك وسكنتي عند شاكر. شاكر جدي. أنا أقرب لك من شاكر. لا تتفاجئي ولا تستغربي. حطي القهوة. تعي لقلك. المهم احنا ما نكون هون، هلا بيمرق حدا بيشوفنا بتنكشف اللعبة. مين بده يمرق يعني؟ بسام، عمتها، كمال، خلينا نروح على البيت. هلا إذا كان شاكر جدي أبو أمي، شلون بتكون أقرب لي منه؟ جدك شاكر مو أبو أمك. نعم. شاكر كان جوز ستك أم عفاف. وربى عفاف من هي وصغيرة. مو صحيح هالحكي. ما بصدق. شاكر جدي وبيحبني وعطاني كل شيء لأنه جدي. أبدا، الحب ما له علاقة بالقرابة نهائيا. شاكر ما ترك لك كل شيء لأنك بنت عفاف. شاكر ترك لك كل شيء لأنك بنت جابر. وشو علاقة شاكر بأبي؟ شاكر لما ترك البلد ونزل على الشام كان جابر لساته طفل صغير. جدي شاكر من هون؟ وانتي من هون، وابوكي من هون، وهي بلدك، وهون بيت جدك واراضيهم. بيت جدي شاكر؟ لسه شاكر شاكر شاكر. شو بك انتي وشاكر؟ ما في بالدنيا غيره؟ جدك ابو ابوكي، بيحبك اكتر شي بهالدنيا كلها. انا ما بعرف ابي ولا بذكره. بس هو بيعرفك وبيذكرك. بيذكرني؟ ما كان في على لسانه قبل ما كان في على لسانه إلا عبير. يعني أنت كنت النور اللي يشوف في الدنيا. أنت الوحيدة اللي بتحملي اسمه. أبوكي ترك لك أراضي كتير بالبلد ووصى إنك تديري بالك عليها ترجعيها خضرة. عشان هيك بدك يعني أخذ هندسة زراعية؟ أبدا، مو أنا هيك بدي، أبوكي جابر هيك بده، وصاني أني دير بالي عليك. عشان هيك تركتني بالشارع؟ أنا أسف، مو من حقي أحكي معك هيك. تعرفي أنا بكل حياتي ما سمحت لحد يرفع صوته بوجهي ويحاكيني بهذا الأسلوب. بس أنت معك حق لأنك ما بتعرفي. أنا آسفة، ممكن ترجعني عالشام؟ وين رجعك عالشام؟ مو اتفقنا نقضي الوقت كله هون؟ أنا تفرغت مشان نضل سوا. فيها؟ لا، ابنك؟ تقريبا. هاد أبوك جابر. أبي؟ عبير، أنا ما تركتك بالشارع مثل ما عم تقولي. كنت عم راقب كل تصرفات حياتك. أنا بعرف شو عم تاكلي وشو عم تشربي وكيف عم تنامي وكيف عم تقومي، وبعرف علاماتك بالمدرسة وبعرف أموالك. بعدين أنت ما بتتذكري لما كانت تصير معك مشكلة ما كنت تشوفيني أول الناس أنا موجود؟ مين أنت؟ أنا جدك، خاله لجابر، وأنا قرايبك الوحيد بهالدنيا هي. لكن ليش ما خليتني معك؟
يا ما قلت لشاكر خليك تضلي معي، ما رضي. بعدين كانت ظروفي ما تسمح لي اني ضل حدك، وكان الاتفاق انك تضلي مع بسام وتعيشي مع اهله. ولما رحتي لعند عمتك انت لقيتها افضل شيء بالنسبة اليك، وانت طلعت قد الحمل. عمتي؟ عمتك انسانة عظيمة ورائعة جدا، وانا ما رح انسى لها المعروف اللي عملته معك. ولا شو قررتي تعملي؟ ما بعرف، عقلي ما عم يستوعب اللي عم يصير. مسكي هذا الألبوم، هذا الألبوم فيه صور لكل عيلتك، وفيها صورة لستك أم جابر، وصورة لجدك أبو جابر، وفيها صورة لأخواتي يعني خوالك. في صورة لجدي شاكر؟ طبعا في. بعدين هي كمان سندات الملكية اللي أبوك بملك أراضي فيها بهالمنطقة هون. هي صورتي؟ لا، هي صورة ستك أم جابر. على كل، خلي الألبوم معك تتفرجي فيه على مهلك. لا معلش، خليهم عشان اجي المرة الثانية وشوف صورة أبي لحالي. لا، المرة الثانية إذا بدك تجي بدك تروحي لعند المحامي وتعملي مثل ما عملتي اليوم. ليش؟ لا تسأليني، أحسن إلي وإلك. يلا. إذا بدنا نضل هيك ما رح يمشي الحال. شو بنقدر نعمل أكثر من هيك؟ هي عم نشغل المعمل 3 ورديات. لازمنا معمل تاني. لا. ليش لا؟ بدنا نأمن طلبات التجار. ما بدي عبير تقضي حياتها كله مشغولة بالمعمل. عبير؟ وشو دخل عبير بالموضوع؟ هذا موضوع تاني أنت ما إلك علاقة فيه. بس ممكن تقلي شو سبب الإقبال الزايد على منتجاتنا؟ ما بعرف. في سر ما حدا بيعرفه غير الأستاذ خالد، مدير المعمل. خالد هلكتوني فيه، بعتلي وراه شوفه، صلي زمان ما بعرف شي عنه. صحيح، وين عبير؟ راحت رحلة من الصبح مع رامي ونزار. رحلة؟ لوين؟ ما بعرف، هي أول مرة بتغيب طول النهار بدون ما تقلي وين. ايه وين بيكونوا راحوا؟ ما بعرف، عود معي ولا تجي بتسألها. يا ريت، كمان اليوم مناوب وما في حدا بالبيت، رح روح شوف أبي بيكون مل من القعدة، حرام طالعوا شي مشوار. عن إذنك. الله معك. نزار وين رايح؟ رايح على بيتنا. إيه وين كنت؟ كنت عند رامي. من إمتى؟ من هلا يعني شي ساعة. ايه وعبير وينها؟ عبير بالبيت. ما بصير، هلا انا كنت هنيك وما انا بالبيت. بس هي لازم تكون بالبيت هلا. لازم. وين عبير؟ شو بعرفني؟ شو بعرفني؟ مفروض تكون معك برحلة. لا راحت معنا رحلة بلا شيء، قال عندها مشوار ضروري ما بدي حدا يعرف لوين رايحة. شو يعني؟ اجت سيارة اخذتها من الصبح، بس هي هلا لازم تكون ببيتها. انا رايح شوفها. طب روح معك انا؟ لا لا، بس مروق لعنا على البيت، قلهم بدي اتاخر عندي شغل. ماشي. اهلين بسام، تعال تفضل فوت. وين كنتي؟ كنت برحلة. انت ومين؟ انا ونزار ورامي. كذابة، هلا شفت نزار وحكالي كل شيء. حكالك؟ شو حكالك؟ قال لي كل شيء. طيب مدام تعرف ليش جاي عم تسألني؟ بدي اعرف وين كنتي ومع مين. انا هلا تعبانة، تعال بكرة منحكي. عبير. ايه عم بحكي معك، هلا بدي اعرف.